السلام عليكم يا حبايبي، يا رب تكون الجميع بخير يا رب كده وصحة وسعادة. معانا خبر، هو أصالة تعلق على نبأ على أنباء طلاقها. يعني قالت ايه أصالة بقى؟ علقت الفنانة السورية أصالة نصري على الأنباء المتداولة حول طلاقها من زوجها المخرج من زوجها يعني المخرج طارق العريان بسبب فنانة سورية. وأوضحت أصالة في منشور عبر حسابها على انستجرام أن ما حدث بينها وبين زوجها مجرد خلاف عادي ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات ومراعاة لمشاعرها. ماشي يا حبايبي، طبعا قالت رسالة كده على حسابها انستجرام، هقرا لكم برضو الرسالة معانا دلوقتي اهيت، انا برضو حطها في الفيديو. طبعا يا رب كده الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم يا رب يا حبايبي. واحب بس اقول ان أصالة نصري ما اتطلقتش ولا حاجة، لازم ناخد بالنا، طبعا دي كلها اشاعات لازم ناخد بالنا منها. طبعا قالت ايه أصالة بقى نصري على انستجرام عبر موقع صفحتها يعني انستجرام: لا اسمح لاحد بان يتناول علاقتي الخاصه بزوجي وابو اولادي، وارجو من الجميع عدم اختلاق قصصا لها سوء الصدى على نفوس واعين اولادنا. مثلنا مثل الجميع، نختلف ولكن نحن في اوج خلافنا العادي، بين قوسين كده العادي، لكن البعض كل المشاعر والاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرا بحياته الآخر وارتبطنا بأذان الناس إسنا بكيان واحد. ماشي حبيبي، فقالت يا ريت يعني بلاش ان احنا نراعي مشاعر أصالة نصري، وياريت بلاش ان انتوا تروجوا يعني الإشاعات والكلام ده. ويعتبر هذا أول تعليق للفنانة السورية أصالة على هذا الموضوع بعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية بسبب علاقته بفنانة سورية. مش في لايكات وشير وسبسكرايب. باي باي.